بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا النهارده نتكلم على نوع من انواع الفاكهه الجميله المنتشره دلوقتي في الوطن العربي، ويعتبر من اصغر فواكه الحمضيات. الحمضيات عباره عن ايه؟ او الموالح عباره عن ايه؟ هي البرتقال واليوسفي واللومي اللي هو البوملي، وانواعها الكتيره كلها. ففي منها بقى نوع فاكهه اسمه الكمكوات، او البرتقان الذهبي، او البرتقان الياباني. طعمه جميل وحلو، والوحيد اللي ناكله بالقشره بتاعته، يعني مش بفصصه، لا كده على طول اغسل تمام واكل بالف انا وشفا. ليه بقى؟ ان القشره الخارجيه حلوه المذاق، ما فيهاش الحامضيه او اللذعه اللي موجوده في الليمون او البرتقان او اليوسفي او البوملي. تمام. الثمره وزنها من 8 ل 10 جرام، اقصى حاجه 12 جرام، فانت بتتكلم بالجرام، حجمها صغير. الشجره بطيئه النمو، حجمها الكبير جدا جدا، اقصر ارتفاع ليها بيوصل 2.5 متر. ممكن ازرعها في قصص تمام في المنزل في البلكونه، وتلاقي الشجره حجمها صغير لا يتعدى 30 40 سنتي، ومطلعه الثمار بتاعتها الجميله الحلوه كده نازله تمام. وبنعتبرها من انواع فاكهه الزينه، فاكهه وزينه وكزمية زي البونزاي تمام. ممكن نزرعها في المزارع بتاعتنا، بين الشجرة والشجرة متر ونص لاتنين متر، وبين الصف والصف 2 متر، فبتلاقي الفدان ياخد كمية معاك، يديلك انتاجية حلوة. الزهرة بتاعته بتطلع في الربيع لونها ابيض او ابيض مصفر، ريحتها جميلة وعطرية قوي قوي تمام. ذاتية التلقيح، يعني المذكر والمؤنث في نفس الزهرة، فأنت مش محتاج إن أنت تزرع كذا نوع عشان يحصل تلقيح، زي مثلا التفاح ولا النباتات المتساقطة، اللي أنت لازم يقول لك لازم تزرع نوعين، تكر وإنتاية مثلا، زي الباباي لازم تزرع ذكور وإناث عشان يحصل تلقيح. لا، الحمضيات كلها والموالح كلها، يعني أنا بشجع الناس اللي ما عندهمش معلومات كتيرة في مجال الزراعة، وعايزين يدخلوا في مجال الزراعة ويزرعوا مزارع أو يزرعوا الحديقة المنزلية بتاعتهم، وممكن يطلعوا منها إنتاجية كويسة. يعني لو عندي حديقة منزلية مساحتها كبيرة، لو أنا عندي مدرسة، وزي ما بيقولوا كده المدارس عايزين يكون منتجين، فأنت ممكن الحديقة المدرسية بتاعتك تزرع لك حوالي 20 أو 50 شجرة من الكمكوات، مش هتاخد منك مساحة كبيرة. احنا قلنا من 2.5، من 1.5 ل 2 متر بين الشجرة والشجرة، وازرع، حوط المدرسة وتطلع لك انتاجية، وتعلم الطلبة ازاي تحافظ على الثمار بتاعتك وتطلع انتاج حلو من المدرسة، وتأكل الطلبة لو انت عايز تحافظ على صحتهم، ان الفيتامين سي اللي موجود بيحفظ الطلبة. طبعا المدارس كلها بتبقى اغلبيتها في فصل الشتاء، بيكون في امراض البرد والانفلونزا والحاجات دي كلها، فالثمار لما الطالب الصبحية لو المدرسة منتجة، كل واحد الصبحية خد له ثمرة ياكلها قبل في طابور الصباح، الطلبة تبقى كويسة، هنديهم مقاومة، هنديهم رعاية. بس للأسف احنا ما عندناش الثقافة دي في الوطن العربي. ممكن ازرعها في البلكونة، ممكن ازرعها في الروف فوق السطح، ممكن ازرعها في الحديقة المنزلية، ممكن ازرعها في الشوارع كتزيين، ممكن ازرعها في المقابر، ممكن ازرعها في الجوامع والكنائس وكل اماكن العبادة تمام لله، اماكن العبادة لله. فالنبات جميل وحلو. المناخ بقى، نتكلم عن المناخ، نتكلم عن الظروف الجوية. النبات بيتحمل درجة حرارة عالية، ممكن توصل لغاية 51 درجة مئوية و55 درجة مئوية، بس من أول 55 بيحصل حرق. طب درجة الحرارة المنخفضة يتحمل لغاية 7 درجة تحت الصفر. أوه، شوف شوف المجال، شوف الـ 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 من 7 تحت الصفر ل 55 درجة مئوية، فينفع في جميع في أماكن الوطن العربي كله. الخطر في إمتى؟ لو حصل صقيع وقت التزهير، يعني يجي لك صقيع على شهر 3، دي الخطر، يحصل حرق كتير للزهر بتاعه. طيب بالنسبة للتربة، زيه زي الموالح، زي بقيه العلب بتاعته الكريمه، بيحب التربه الخفيفه اللي ما فيهاش ميه ارضي عالي عشان ما يحصلش عفان في الجذور. بيحب يكون التربه فيها ماده عضويه، فاحنا انسب
خلطه للتربه بيكون رمله لطين لسماد عضوي. الطين ده اللي هو ايه؟ زي اللي موجود في النيل في مصر والسودان، زي اللي موجود في الاردن في نهر الاردن، زي دجله والفرات، زي اي نهر موجود في الوطن العربي. عندكم بيبقى حاليه طين، بيبقى فيه طين، الطين اللي احنا بنتكلم سلطنه عمان في عندهم تربه طينيه، تمام؟ فالتربه دي ناخدها مع الرمل مش بتاع الشواطئ، لا الرمل الصحراء مع السماد عضوي ايا كان. السماد العضوي ده بيطلع بقى من مخلفات المطبخ اللي هو الكمبوست النباتي، او الحيواني اللي هو طالع بقى من ايه، الحيوانات بقى اللي هي الطيور الاكله للخضروات والحيوانات الاكله للخضروات ومخلفات الاسماك المجففه القديمه، تمام؟ بيبقى ربع، بيبقى نسبه 1:1:1 وندي ميه كويس، وبعد كده نعمل الانبات بتاعنا للشتلات. طيب وصلت التكاثر، احنا قلنا بعض انواعه بيكون فيه بذور، في حالة وجود البذرة نزرعها. طب لو ما فيش بذرة بنعمل يا اما ترقيت ارض، يا اما ترقيت هوائي، يا اما زراعة انسجة، يا اما التطعيم. التطعيم بيكون على اصول زي النارنج او زي المندرين او زي ايا كان من اخواته من العيلة يتحمل وينفع ويجود فيه، تمام؟ واصحاب المشاتل اكتر مننا خبرة في كل شيء. احنا بنتكلم للهواء ازرع بالبذر، عايز تطعم طعم على نرنج، طعم على مندرين، تمام؟ طب نيجي نقول البذره بقى، ايه الفرق بين البذره والتكاثر التاني؟ البذره بيبقى ياخد وقت طويل. يعني مثلا النبات بتاع الكمكوات لما ازرعه بالبذره يطلع لي مثلا بعد ايه؟ 7 سنين. لو انا خدتها عقله، انا ممكن ازرع عقله بس بالحاله دي بستعمل هرمون تجذير عالي التركيز. يعني العقلة ممكن أزرع عقلة برتقان، ليمون، كمكوات، يوسفي، بوملي، أيا كان العقلة بتنجح بس عايزة تركيز عالي من الهرمون التجذير وبيبقى نسبة النجاح قليلة. طيب نجيب البذور بتاعتنا أهي، البذرة نختار البذرة السليمة التخينة السميكة اللي ما فيهاش أي تعريق. اما البذره الرفيعه المتغتغه اللي ملهاش اي حيويه دي برميها، او بحط البذور جوه الميه اللي بتطفو على السطح اخدها ارميها خلاص، ده الجنين ميت ومشوه، اللي تغمر تحت ونازله في القاع دي اللي اخدها ازرعها. طيب اخدها ازرعها ازاي؟ عندي كذا طريقه، يا اما اغسل البذور كويس واحطها في التربه على طول اللي انا عملتها، بس لازم ادي ميه قبلها 3 4 ايام وبعد كده بقى ايه ازرعها، او ان انا اجيب المنديل بتاعي في المنظر ده واحط البذور بالشكل ده بعد ما اغسلها بالميه، تمام؟ واغطيها بالشكل ده واحط عليها شويه ميه بالمنديل واقفلها نص قفله كده، يبقى في تهويه، او اخرم الغطاء واحطها في مكان جنب التلفزيون على المكتب بتاعي لغايه لما يتم الانبات. بيتم الانبات في خلال 20 يوم ل 25 يوم. بعد ما يتم الانبات بكون انا جايب خلطه التربه بتاعتي اللي انا قلنا عليها 1:1:1 وارويها 3-4 ايام قبل الزراعه، واخد البذره بتاعتي اللي بدات تنبت، يعني بدات تطلع كتر ابيض من تحت وحته خضراء، ازرعها احطها على ايدك الاول، زي ما تفقع على ايدك حطها في التربه بنفس العمق البسيط الصغير، واحط القصيص في مكان مظلل. اي تكاثر فاكهة، خضر، زينة، طبية وعطرية، أيا كان وقت التكاثر بحطه في مكان مظلل. يعني إيه مكان مظلل؟ يعني مش شمس مباشرة ولا 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 ظلمة، إظلام تام، لا مكان مظلل، أكنك واقف تحت الشمسية، أكنك واقف تحت الشجرة، مكان مظلل، تمام؟ لغاية لما يوصل النبات ويكبر ويبقى مثلا طوله حوالي 10-15 سنتي أبتدي أحطه في مكان مشمس خلاص. طيب بالنسبة للتسميد في الشتاء بسمد عضوي حسب حجم النبات وحسب قوته وحسب حجم القصيص وحسب المكان اللي فيه زي ما ذكرنا في الحلقه رقم 216. بعد كده عندي اختيارين، لا اما ازرع زراعه عضويه، لا اما ازرع زراعه كيماويه. لا اما الزراعه العضويه لا اما بستعمل بقى الهيوميك اسيد او الشاي الكومبوست او السماد العضوي خلال السنه كل شهر حاجه واحده بستعملها، او انا بقول او مش واحد،
يعني شاي الكومبوست او الهيوميك، تمام، مره كل شهر. وده مذكور عندكم برضو في حلقات القناه لكل شيء، في حلقه الشاي الكومبوست رقم 222، وعندك الهيوميك اسيد برضو نفس الموضوع. طيب لو انا مش عندي الحاجات دي وعايز ازرع كيماوي، ادي ان بي كي زي الحلقه رقم 216 217، تمام، بدي كل شهر ان بي كي. طيب النقطه الثانيه الري، الري مهم جدا. احنا قلنا الري الكتير في الحمضيات، تمام، والكمكوات بيدي اعفان للجذور، بيكلها بيسيمو فيوزاريوم ورايزوكتونيا، بيتخنق الجذر بيموت لو كتر الميه. طب قله الميه الشعيرات الجذريه الخفيفه اللي بتمص وتاخد العناصر وبتاخد الغذاء كلها يحصل لها جفاف وبتموت، فلازم يكون الري باعتدال زي ما ذكرنا في حلقه الري رقم 204، ابحثوا عنها في القناه. ان في بعض الناس تقول لي حط لي الروابط تحت الحلقه، لا يعني احنا بنجيب لكم كل حاجه لغايه عندكم، لا بقول لكم روحوا مكتبه ولا روحوا اسالوا اي حاجه، بجيب لكم كل حاجه في القناه، ابحث في القناه، اتعب شويه معايا، تمام. ده بالنسبه للري، بالنسبه للتلقيح اتكلمنا عنه، بالنسبه للتزيير احنا قلنا في الربيع بتاخد الثمره بتاعته في اوائل في 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 الخريف واوائل الشتاء. في مصر ممكن نجمع على شهر 12 واحد، فاكهة جميلة وممتازة وجميلة جدا جدا. بالنسبة للأمراض، الأمراض الحشرية بيجي لها الذبابة الفاكهة أساسي، والتريبس والبق الدقيقي والمن والجاسد وحاجات كتيرة جدا. العلاج بتاعها بيكون بالرش الحشري، وعمل الحلقات دي انا عملتها في القناه، فهتلاقي ازاي بتكافحها برضو. طيب بالنسبه لنقطه ثانيه، الامراض الفطريه نتيجه الري الكتير او الري القليل، لازم يبقى في اعتدال بالري. في الحاله دي بعمل ايه؟ برش فطري او بسق فطري زي ما ذكرنا في الحلقه رقم 41. طب في حاجه ثانيه عندنا، بيحصل تسمخ، تلاقي الجذع بتاع الشجره كده بدا يطلع فيه زي دموع كده ملزقه كده وسمغيه، ده نقشطها وندهنها بعجينه بوردو زي ما ذكرنا في حلقه عجينه البوردو. رجاء تكون حلقه النهارده حلقه جميله، عرفنا ازاي نزرع الكمكوات الحلو الجميل، ورجاء تكون حلقه مفيده للمجتمع العربي، ونشوف الفاكهه الحلوه دي في كل منزل وفي كل بيت، وناكل عيالنا واولادنا ونزرع اللي قدام. تحياتي لكم جميعا ومع الف سلامه.